امتى هشيل الماسك او القناع من على وشي؟ لما احس ان انا وشي الشد قوي ومش عارف اضحك خالص، ده الوقت المناسب اللي انا هشد في القناع من في عكس اتجاه نمو الشعر، علشان هو برضو بيشيل شوية شعر صغيرين. هو مش ماسك لإزالة الشعر قد ما هو بيزيل الرؤوس السوداء والجلد الميت، فعلا بيجدد البشرة جدا. شايفين ده اللي شلته من على وشي؟ هو نشف اسرع من اللي على ايدي، اللي على ايدي لسه محتاج شوية، فهسيبه كمان 5 دقايق ونشيله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنهتم ببشرتنا جدا وهنخليها نضيفة بعمق. هنعمل ماسك هيغذيها وهيخلي اي رؤوس سودة تبقى مش موجودة فيها. بشرتنا النهاردة ان شاء الله هتبقى منورة. اول حاجة علشان البشرة تستقبل الماسك اللي انا هعمله، عايزة اعمل للبشرة حمام بخار. يعني ايه حمام بخار؟ يعني انا بجيب مية سخنة عندي كده في طبق، وهجيب عندي اي باكت، مثلا في نعناع، في بابونج، اي نوع من الاعشاب، لافندر، اي حاجة انا بحبها، واحط الباكت دوت جوه المية دي، واحط وشي هقربه كده يعني على المسافة دي. يعني مش هحط بقى وشي قريب قوي كده، لأ، هخلي وشي كده بعيد شوية، وهكون حاطة على وشي على شعري فوطة علشان مش عايزة شعري يجي عليه البخار ده، عايزة وشي بس هو اللي يستفيد. هفضل حتى وشي كده على البخار حوالي 10 دقايق. قد كده بيفتح المسام، هيخلصنا من اي افرازات موجودة في وشنا، هيخلي المسام بتاعتنا مفتوحة، وده هيخليها تستقبل الماسك اللي احنا هنعمله. يبقى اول خطوة احنا هنعمل حمام البخار ده، هنحط وشنا كده، وبعد ما حطينا وشنا حوالي 10 دقايق على قد بقى ما نستحمل. طبعا حمام البخار كلنا عارفين فوائده، حتى بيريح الاعصاب. يعني لو انت حاطه مثلا بابونج هنا او اي حاجه ليها ريحه عطريه، فعلا بيبقى حلو جدا. تعالوا بقى نعمل الماسك اللي هيفتح الوش ويزيل اي رؤوس سودا بمكونين اتنين بس. هو سهل جدا معايا النهارده. هستعمل فيه بياض البيض، واستعمل فيه ربع معلقه صغيره من الكركم، وهستعمل فيه كمان المناديل الورقيه. الماسك بتاعي ده ليه تكنيك بسيط قوي. اول حاجة انا عايزة البياض بس من البيضة، مش عايزة الصفار خالص، فهجيب البيضة بتاعتي وهاخد منها البياض بس. ادي كده الصفار ممكن استفيد بيه في اي وصفة تانية، ممكن احطه على شعري في ماسك، يعني مش هيقول لأ ابدا. المهم ان انا مش هرمي اي حاجة. وادي البياض بتاعي كده، ومع البياض هحط ربع معلقه صغيره من الكركم زي ما اتفقنا، وهنقلب الايه الماسك بتاعي ده. هنضرب بياض البيض كويس مع الكركم. الكركم مفيد جدا للبشره. طبعا الماسك ده عالمي، يعني موجود بيبيعوا منه كمان جاهز، يعني بيبيعوا منه الماسك بتاع بياض البيض ده، بيبيعوه في عبوات وبيتحط على البشرة وبيتقشر. طيب وليه ما احنا ممكن نعمله بشكل بسيط جدا. انا حبيت النهاردة اضيف ليه الكركم، الاضافة دي من عندي طبعا، علشان الكركم قد كده مفيد جدا للبشرة وبيجدد الخلايا بتاعت البشرة. وكل اللي جربه على بشرته، يعني لو عندك مشكلة في كلف او نمش او اي حاجة او اي اثار للحبوب، الكركم كفيل جدا ان هو يشيلها. هعمل ايه؟ هجيب عندي منديل عادي خالص، والمنديل ده هقسمه اتنين، او على حسب طبعا ما انا هحطه على وشي. الماسك ده انا هعمله لكم على الايد، بس انتوا هتعملوه طبعا على الوش. هجيب المنديل كده وهقسمه، وكل منديل بيبقى ليه حوالي طبقتين كده، انا عايزة طبقة واحدة. يعني اهو هفتح المنديل واستعمل كل مرة فردة واحدة كده من المنديل. هحتاج حوالي منديلين هعمل فيهم الحكاية دي. القصة سهلة جدا، ما بتاخدش اي مجهود، ويعني انصحك جدا ان انت تجربي الماسك ده. هحتاج عندي اي فرشة بتاعة فاونديشن علشان افرد عليها الماسك. طبعا انتوا هتعملوا الماسك ده على الايد بعد ما عملتوا الخطوة بتاعة حمام البخار المهمة جدا قبل الماسك ده. ادي الوش، هحطه طبعا على كامل الوش ما عدا منطقة العين زي ما انتم شايفين.
طبعا بياض البيض من المسكات اللي بتشد البشرة جدا. احنا هنعمله مع بعض اهو. وحطيت اول طبقة، وادي فردة واحدة من المنديل هحطها عليه، وادي احط تاني. انا الفكرة بتاعتي اللي انا هسيب الماسك بتاعي ده ينشف علشان اشد طبقة المنديل دي، وتشد بقى معاها كل حاجة انا مش عايزاها في البشرة. اهو كده الموضوع مش هياخد معاكي اي وقت خالص، وتقدري تعمليه على وشك وتعيشي بقى حياتك، تروحي تعملي اي حاجة. وبعدين لما تحسي بقى ان هو نشف خالص، ودي اهم خطوة عندي، الناس اللي بتستعجل على الماسكات وبتروح تغسل وشها وتقول بقى كفاية كده، الزيادات دي طبعا اللي انا مش مبلتهاش هشيلها كمان شوية. بس انا حابة اوريكي الاول كده، يعني حوالي مثلا 6 طبقات، اللي هو مندلين 2 كفاية قوي. هقعد بقى كده لحد ما وشي خالص ينشف، كفاية بقى كده. اخر طبقة اهي، وطبعا اخر طبقة مش هحط عليها خلاص كده. انا بقى لو ما اجي اعمله على وشي هعمله طبعا، واهتم جدا بمنطقة الانف، ولو عندي اي زيادة مش لازم منها خالص اهي، اي حاجة كده ما تبلتش من الماسك هسيبه بقى على الوش. هيقعد حوالي نص ساعة، ما استعجلش، كل طبعا على حسب ايه هينشف قد ايه. بياض البيض بيشد البشرة جدا، فانت هتحسي ان بشرتك مشدودة، ودي حاجة جميلة جدا للبشرة، بيغذيها وبيخليها فعلا نضرة بعد الماسك ده. هسيبه ينشف ونشيله مع بعض. ودلوقتي بعد حوالي نص ساعة انا شلت خلاص القناع من على وشي اهو زي ما انتوا شايفين. وعلى طول بعد ما بشيله بغسل وشي بميه عاديه، وبعدين قطنه بتاعه الميك اب العادي، وميه ورد تكون في التلاجة، وبمرر القطنه دي على وشي علشان تقفل المسام، والنتيجه هايله. تعالوا بقى نشيل اللي على الايد اهو. طبعا انت مش هتعملي على ايدك يعني، انا بس حابه اوريكم ان هو فعلا بيشيل. ولما نيجي نشيل اي قناع بنعمله نشيله، او نشيله بعكس اتجاه نمو الشعر، يعني لو قابل شعراية كده ولا اي حاجة ممكن يشيلها اهو. شايفين شال معايا طبقة كده اهو. وعلى طول هتحس بالبياض. لو الكركم نوعه مش كويس ممكن يصفر ايديك شوية، بس الصفار هيروح يعني على طول. فاحنا دايما بنختار كركم يكون نوع كويس. ده نوع كركم تاني غير الكركم اللي كان عندي، مش عارفة محمر كده شوية. انا حابة اوريكم برضو شكل الكركم ان شاء الله في حلقة تانية، هوريكم شكل الكركم اللي هو الطبيعي بقى اهو. شايفين كده بحاول اطلع لها الراس بتاعتها علشان اشدها على طول بسهولة. طبعا ما بيوجعش خالص، محدش بقى يقول لي بيوجع اهو. شايفين اهو طالع اهو. وطبعا اي رؤوس سودة هتلاقيها طلعت، وخصوصا اللي عند منطقة الانف. دلوقتي انا هغسل ايدي، ومهما كنت بتنظفي بشرتك بجد هتحسي بفرق. انا حاسة ان في حاجة اتشالت كده طبقة فعلا. انصحك جدا ان انت تجربيه، وخصوصا ان هو مش مكلف خالص، ببياض بيضة واحدة وربع معلقة من الكركم واي نوع اعشاب عندك، لان الخطوه الاولانيه دي مهمه جدا. وطبعا ميه الورد اكيد متوفره عند كل واحده فينا، الاخر خطوه خالص اللي انت بتقفلي بيها المسام. فعلا النتيجه يعني مرضيه جدا جدا. الناس اللي متعوده تعمل حمام بخار عند الكوفرات وكده، مفيش اي داعي خالص ان انت تعملي ماسك ما تبقيش عارفه
مكوناته ايه، واكيد مكوناته كلها مواد كيميائية مضرة على البشرة. كفاية الميك اب علينا يعني. خلينا بقى برضو نغذي بشرتنا شوية بدل بنعمل عليها ميك اب دايما. ان شاء الله اتمنى الوصفة تكون عجبتكم النهاردة وتجربوها. فعلا انا حاسة بملمسه حلو جدا، بينعم البشرة فعلا فعلا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.